الصراحه البوليزيه شحال هذه ما كانش عندي معاهم، كانوا صعابين شي شويه وماشي كلهم كانوا كيطبقوا القانون يعني. اما ديال دابا الدراري زوينين صراحه، خدامين خدمتهم بنفسهم بقيمتهم بكرامتهم، كيش رشوه دري ولاد الوقت يعني. تا واخا تيجي يشدك تيشدك بالادب. انا راه عندي واحد الطرائف كيوقعوا لي مع لابيجي ديال الدراري ديال دابا، كيكونوا عندي هكا شي خطيه ولا شي حاجه وكيكون عندي فيها امر بالاعتقال. اقسم بالله الا كيجيو ضاحكين الدراري كيسلموا عليا وتقول يا خويا لي سمح لنا راه عندك واحد الاعتقال يلا معنا وتمشي معاهم. فريمون انا بعدا الراي ديالي فيهم الدراري زوينين ولاد الوقت كيتفاهموا يعني. يعني كيتفاهموا يعني شنو كيفاش وقع لك شي بلان اللي جاك واحد شي اعتقال اللي هو تعسفي وماشي بروفيسيونيل؟ بزاف ديال الاعتقالات جاوني تعسفي. انا خاي ما نكذبش عليك، واحد النهار جاو دخلوا لي الحمام انا ما داير والو، شي واحد لقاو عنده طرف ديال الحشيش وقال لهم راه خديتهم عند الياس وجاو داوني من الحمام، عطوني عام ديال الحبس. من الحمام؟ من الحمام. بزاف ديال الاعتقالات كنت تورط فيهم فابور مجرد اني عبرت على رايي. كنت انتقدت انا الجهاز الامني ديال قنيطره في واحد السنه، وطلعت في واحد القناه وهضرت على وضعيه السجون وهضرت على لي زاغريسيون اللي كيوقعوا هنا في قنيطره وداك الشيء، وتامبليكيت في ملف انا ما داير به لا بيدي لا برجلي، وتورط دوزت تقريبا شي 5 شهور ديال الحبس باطل. تهمت شنو؟ وخرجت تهمت ضرب وجرح وسرقه وتحرش جنسي، شي حاجه اللي ما عمري درتها وكنكرهها في حياتي وتتهمت بها. القاضي اللي كندوز عنده قال لي ما لقيت لك جهد اولدي، جيب لي الشهود ونطلقك. علاش؟ حيت عارفني ما دايرهاش وعارف ديك التهمه ماشي ديالي وما عمرها تكون ديالي. ايوا واش غنقول لك؟ الله يسمح لهم.